والصلاة والسلام ناصر المؤمنين ومعزهم وقاصد ما يصبح مي العدو يقول لنا بهذه الجريمة الغادرة: لقد علمت عليكم ولقد انتزعت بطلا من أبطالكم من أرض غزة، غزة قلعة المقاومة العزة، وأغلقت الحساب مع محرر من محرري صفقة التبادل بيننا وبين العدو الأخير. لا شك هذا تحدي كبير، هذا دين في أعناقنا يضاف إلى ديون سابقة، والصراع مفتوح، ونحن في قيادة الحركة نقبل التحدي. وإذا كان العدو يغير قواعد اللعبة وقواعد الصراع، فقيادة الحركة بكل مكوناتها العسكرية والسياسية، فنحن حركة واحدة برؤيتها، باستراتيجيتها، بقرارها، بعزمها، بتحملها للمسؤولية، بدفاعها عن أبنائها وبناتها، بوفائها لدماء الشهداء، وإصرارها على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإصرارها على تحرير الأرض وتطهير القدس وحماية الأقصى وجميع مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. نحن نقبل التحدي ولا نبالي إذ كانت موازين القوى مختلة، فإرادتنا أقوى من قوتهم، إرادتنا وإيماننا أقوى من سلاحهم، والحرب سجال، نقتلهم ويقتلوننا، وسننتصر عليهم في النهاية. والحر تكفيه الإشارة، والجواب ما ترى لا ما تسمع. هذه مبادئ حماس. أيها الشهداء سلام في خطاكم أزهرت بالياسمين، يا أيها الشهداء سلام